زي ما قلت لكم ان امبارح، او زي ما كلنا عارفين ان امبارح هو اليوم العالمي للمرأة، بس احنا لسه مستمرين في احتفالاتنا، وانتم كمان متعودين ان كل يوم اتنين بيبقى عندنا فقرة الموضة، وهي فقرة خاصة بكل السيدات اللي بيبقوا مهتمين جدا بأحدث صيحات الموضة والمكياج ولفات الحجاب والحاجات دي كلها، عشان نتكلم عن الموضة وعن دلوقتي أحدث التصميمات. يسعدني ان يكون معايا النهاردة استاذة آلاء الشناوي، وهي ستايلس ومصممة أزياء. برحب بيك يا آلاء. أهلا بيك نهارك حبيبتي. سعيد. الله نهارك أسعد. طبعا في البداية أحب أعرف منك إزاي حسيتي إن أنت عندك الموهبة إن أنت تصممي أزياء، وبدأتي تاخدي الخطوات دي بشكل جدي إزاي؟ بصي، هو أنا أصلا بادئة من سن صغيرة جدا، تمام، وكنت بادئة اوريدي اكسسوري، بس كنت دارسة يعني عن دراسة، يعني دخلت الموضوع دراسة وبعدين بدأ اكسسوري، وبعدين بدات احس ان انا ان البنات في مشكله المحجبات رهيبه في مصر، لبس المحجبات عامه، فقررت ان انا محتاجه اعمل حاجه تريح الناس. ده غير بقى كمان ان انا اوريدي تخصصي انا فنون جميله ديكور، ف اوريدي يعني بدرس، وبعدين درست اوريدي في الفاشن. ما بحبش فكره بس ان انا اشتغل موهبه، بس موهبه اوكي كويسه، بس لازم يبقى عن دراسه، ان في حاجات كتير قوي ممكن، يعني ممكن انت تشتغلي في حاجه ما تبقيش فاهمه الخامات ايه، طب الخامه بتتعاملي معاها ازاي، طب بتتعمل ازاي، كل ده مهم جدا، لازم دراسه مش بس موهبه، فكل ده لازم يبقوا الاتنين ماشيين مع بعض لازم ضروري، بالتوازي. يعني مش بس ان انا ما عندي موهبه ان انا هعمل، طب ما انا ممكن يبقى بحب الالوان او بحب شكل معين، بس ما اعرفش الخامه دي تنفع ما تنفعش، طب فلازم دراسه. طيب احنا معانا دلوقتي اتنين موديل هيبتدوا يعرضوا لنا التصميمات اللي عملتها علاء، ويمكن اول موديل معانا هي هتبقى بوسي. تشرحي لنا لابسه ايه بوسي يا علاء؟ ده من اخر كولكشن تبعنا ولسه ما نزلش كمان. طبعا انا بحب اللون اللي هو الجنزيري دوت او البترولي او مش عارفه، ممكن ده تونيك. طبعا هو باين ان هو طويل، كل البنات عندها ازمه في فكره ان انا اجيب تونيك، لازم يبقى يا اما طويل وضيق يا اما قصير قوي، فبنات دايما عندها مشكله مع البانتس، فاحنا خليناه طويل، والخامه كمان كانت من القطن. بس هو اشبه بفستان اكتر منه تونيك. هو يعني ممكن تقولي دراس، يعني دراس قصير خلاص، بس هو اكشولي هو اسمه تونيك. تونيك يعني لو احنا اتكلمنا حرفيا هو تونيك يعني. بس هو كمان فلوري. انا ملاحظه انت اخترتي الفلوري، لان الفلوري طبعا هو موضه في الصيف دوت برضو. لا موضه ازاي، انا بقى انا عامه حتى لو مش موضه، انا في نقطه كنت عايزه اقول عليها، هي الموضه نعلق طيب الاول على طيب هو انت كنت عايزه تتكلمي في نقطه تانية. لا والله يعني قصدي ان هو قطن، يعني دي كمان احنا ما قلناش عليها، قطن 100%، فده كمان مريح جدا جدا في الصيف، ومش شفاف برضو، ان في حاجات بتبقى مشكله انها قطن طبعا. خفيفه لان دي بتشف، مشكله بتبقى الوقت. عندها ازمه. بشكرك جدا يا فوسي. طيب نتكلم في النقطة التانية، انت كنت عايزة تتكلمي، انت ما بتحبيش تقتنعي بصي، هو هقول بالموضة، لك بس على حاجة. يعني خليني بس اخد وجهة نظر اخرى، اللي هو مثلا فجأة يطلع لك موضة انه الفسفوري، فانت وبعدين يروح، فانت تيجي بعد كده تقولي اصل انا مش مقتنعة بالموضة، فتروحي عاملة اللاين بتاعك كله الوان فسفوري. لا، هو الفكرة مش في كده، الفكرة انه الفكرة الازياء عامة او اللبس او غيره، الفكرة ان انا ما يبقاش بس الفكرة انه انا عايز اعمل حاجة كده، يعني لا، هو الفكرة ان انا احتجت حاجة فبعمل عشان، فدي الفكرة، ان لازم يبقى الموضوع ليه غاية، فاهمة قصدي؟ فدي مهمة قوي، فعشان كده انا فكرة الموضة بتطلع ازاي؟ مو تطلع ان حد فجأة قرر يعمل حاجة جديدة مختلفة عن الناس، فدي طلعت الموضة على هذا الاساس. بس ما دام الحاجة مريحة بالنسبة للبنت ليه لا؟ وشكلها حلو وهي مرتاحة فيها ليه لا؟ مش شرط، ممكن تلبس حاجة موضتها راحت خلاص، بس انا مرتاحه فيها وشكلها حلو، وده اللي بيحصل. يعني مثلا رجعت موضه زمان، طب رجعت ازاي؟ ما هو اكيد واحد فجاه طلع وقال انا هرجع البس زي بتوع زمان، فده اللي انا كنت ببقى مقتنعه بيه. لا، هي طبعا بتبقى ترندات عالميه وبتبقى حركه فيها تطور اكيد طبعا. في الازياء، أكيد يعني اكيد اكيد انت دارسه وفاهمه الكلام اكيد ده. طبعا اكيد. خلينا نتكلم عن الاكسسوارات اللي بتبقى مكمله للاوتفيت. بصي، هو انتشر قوي اليومين دول، او كمان طالع موضه قوي الجلد. الجلد دخل في الاكسسوري، وبشكل كمان جميل قوي، يعني انا نفسي بقيت مبهوره من الناس بتعمل اشكال تحفه، وكمان بيدخلوا معاها نحاس، يعني جلد ونحاس مادتين قيمتين جدا، فلذيذه قوي. الاحجار بدات ترجع تاني، كانت بدات تنتشر الحاجات الذهبي والفضي والحاجات دي، رجعت تاني الاحجار بقى شكلها حلو قوي. بس ففي حاجات حلوه قوي يعني نازله.
طيب احنا معانا موديل تانية مروة، تورينا برضو حاجة من تصميمات آلاء. اشرحي لنا يا آلاء. ده شكل انديان شوية. لو ينفع يا مروة تاخدي خطوة بس قدام سنة بس كده. ده كان بناء على رغبات كل الناس، محتاجين راس طويل يبقى بكم قطن، ممكن هي يعني هو اصلا الحزام مش تبع الجاس، تقدر هي تشيل الحزام تفكه تلبس حاجه فوقيه، تلبس حاجه تحتيه، ما تلبس حاجه، تلبس حاجه مثلا كارديجان فوقيه، فهو كمان قطن 100% ومريح جدا للبنت، وبيراعي كمان فكره انه في بنات كتير ما بتلبس غير فساتين او كده، فممكن هي تلبسه. طبعا فكره انا عارفه انت مش مقتنعه بالموضه، ولكن لا 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 الشيرت دريسز او الفساتين اللي بتبقى على شكل قمصان دي طالعه برضو موضه جدا، لانها بتبقى واسعه فلوي ومريحه جدا جدا. وسهله بالنسبه للبنات، وانا هنزل مثلا في الكليه فجاه فهلبسه، وكمان بتراعي فكره البنت اللي ما بتبقاش عايزه تلبس بانتس كمان بنطلونات. بشكرك جدا يا مره، ميرسي. لما بتبقي البنات المحجبات طبعا الطرحه بتبقى واخده مساحه كبيره جدا من الاريا ديت في اللبس، بيستحسن ان الاكسسوارز تبقى بسيطه تبقى خفيفه، ولا لان انا بشوف بنات بيبقى فيه طرح وطرح طبقات، وبعدين بلاقيها حاطه ادوار عقاد وعايزه تحاول تطلع الحلق من جوه، يعني ببقى حاسه ان في شغل في كتير لعبكه في الموضوع. في لعبكه في الموضوع. لا ده انا بصراحه ما بحبست كده خالص. لو هي هتعمل طرحه فيها فوليوم كتير، تحاول تقلل خالص اي حاجه في المنطقه دي، ان هي العين ما بتقدرش تستوعب كل الحاجات دي. لو عايزه تلبس حاجه ممكن يبقى بلت مثلا من تحت، لان في موضه حتى طالعه بره في اندونيسيا وكده، فكره ان الطرحه تبقى فلوي او تبقى ضخمه كده وليها فوليوم، لكن نحط هنا حاجات لا صعب. لكن هي لو لابسه طرحه بسيطه ممكن تقدر تلبس كوليه صغنون لذيذ لطيف، بيبقى شكله حتى ايه بسيط، بس طبعا ممنوع جدا يبقى فيه كوليه وبلت، عشان في ناس بتعمل الغلطه الشنيعه دي. انها يبقى فيه بلت، انا لو لابسه بلت ما ينفعش ابدا البس كوليه. انا لاحظت ان في الديزاينين اللي انت نقيتيهم انه فكره البلت او فكره ان انت تحطي حزام على الوسط، بس مش كل الاجسام بينفع عليها ده برضو. ده عشان معظم الاجسام المصريه بتبقى ممتلئه من المنطقه اللي تحت، فده بس ده بيأثر المسافه اللي فوق قوي، يعني لما بتحطي بلت بتحددي، يمكن انا حتى لاحظتها في مروه بحس انت كده بتاثري المسافه اللي فوق على حساب المسافه اللي تحت. ممكن بس هي الفكره كلها زي ما قلت لك، الفكره كلها انها يعني مثلا انا لو واحده وزني مثلا مليان وبلبس موديل زي ده بيقلل لي جدا في الوزن، فدي مهم. وبعدين هو اصلا يعني اللي انت بتتكلمي ده فيه ممكن يحصل لو في فرق في الكالرز، لكن لو ما فيش فرق في الكالرز لا، ده هي فكره قصه فمش بتحدد. انا ممكن لو عملت الموديل دوت بس لون فوق ولون تحت اقول لك اوكي اللي انت فرقتي العين، لكن هو موديل حته واحده، هي فكره كلها في الاصل. طيب قصدي احنا معانا دلوقتي برضو بوسي، هتورينا حاجه برضو جديده من تصميمات آلاء. ده موديل كلاسيك او كاتب كتاب. ده جلد جوب جلد وبلوزه ساتان، هي حتى لفه تركيش شويه. ده موديل ينفع قوي للبنات برضو اللي عندهم الشيب البير شيب او الكوميترا، انها بتليق قوي مع جسمهم. بتليق قوي مع جسمهم، وكمان بتديهم شكل حلو، والبلوزه كمان منظرها البير شيب بيبقى رفيع قوي من فوق ومليان تحت شويه، فالبلوزه بتخليه ايه زي ما هي باين قوي في الموديل انه حته واحده او جزء انا واحد. ملاحظه ان انت استخدمتي الجلد، وزي ما احنا قلنا ان الجلد موضه، الوسط العالي كمان موضه. الهاي ويست الهاي بالظبط كده، والموديل نفسه البنسل اصلا فكره البنسل او اللي هو زي ما بيقولوا ايه القلم او كده سكيرت. بالظبط. يعني انا شايفه انها بالنسبه للمصريين بتكون كويسه جدا، يعني او بتقلل شويه من المنطقه اللي تحت، لان احنا معظم الناس عندنا المنطقه عندهم مليانه من تحت. طيب هل للاجسام البير ده مناسب؟ لان الاجسام البير والاور جلاس طبعا الاثنين. الاور جلاس انا عارفه ان ده مناسب جدا للاور جلاس، بس الرمليه اعتقد ان ده هيبقى صعب شويه، لانه هيتم التركيز على الجزء التحتاني من غير بالظبط. بشكرك يا بوسي. بتحتاجي وقت اكتر وانت بتعملي ديزاينات للمحجبات، ولا بتحتاجي وقت اقل؟ يعني مثلا تيجي قدامك واحده محجبه وواحده مش محجبه، تاخدي وقت اكتر في انهي واحده؟
محجبه اكيد طبعا، يعني شوي محجبه طبعا، باخد وقت اكتر لانه بس انا باخد الوقت اكتر لان انا اشوف الناس محتاجه ايه، لان انا باجي اعمل شغل بشوف الناس محتاجه ايه، او الناس اللي عندي بيبقوا محتاجين يلبسوا ايه. طب الناس مثلا يعني مثلا زي فكره وطبيعه جسمها ولون بشرتها واختيار كل الكلام الماتيريال ده، اللي عليها. فده مهم جدا انت تعرفي الناس محتاجه ايه، وعشان تعرفي الناس محتاجه ايه هتقعدي تشتغلي كتير. طب نعمل استك، طب نعمل هنا، طب نعمل قصه دي، طب نطلع. فموضوع بياخد وقت طويل لان انت تشوفي الناس محتاجه ايه. انا ممكن انزل حاجه والناس تاخد بس مش هتبقى مناسبه ليها، فطبعا ده بياخد وقت، بس في الاخر الحمد لله الحاجه بتبقى مطلوبه او الناس بتحبها، ده شيء مهم يعني. طيب مروه تورينا حاجه تانية ولا مروه لسه مش جاهزه؟ مروه لسه مش جاهزه. طيب نكمل احنا حوارنا مع بعض. اتفضلي. ازاي تقدري تلبسي المحجبه لبس يكون سامبل بسيط ما فيهوش الوان كتير او كولر بلوكينج كتير تمام. او طبقات كتير، بحيث ان هي ايه برضو في النهايه البنت المحجبه بتبقى بنت سامبل، اللي تبقى لازم تبان انها حاجه سامبل. بالظبط كده. بحب اقول لها انها تحاول تبعد عن اي حاجه قط. لو هي هتلبس حاجه قط تبقى تلبس حاجه من فوق بس، ما تحاولش تكتر منها، تحاول تشوف الحاجه الاقل بيسز، اقل عدد بيسز تلبسها. لو في دراس تلبس حاجه، يعني لو مثلا في دراس تحاول تشوف دراس يكون بكم مثلا. لو مش يعني بالكتير 3 بيسز، اكتر من كده الموضوع هيكون صعب. وتحاول تدور في الحاجات اللي تناسبها، مش تدور، مش تجري ورا الموضه. يعني في بنت تجيب حاجه مثلا نص كم، وهي طب انا نص كم هعمل ايه، هلبس بادي بقى، موضوع زي بادي كارينا انا بحس انه ازمه يعني عند كل البنات. البادي كارينا طلع وحاجه مخترعه لحاجه مش صح اصلا. بتفضلي لما تيجي تعملي ديزاينات مثلا فساتين سواري ان تعملي الديزاين يبقى اصلا مش كات، لا لان ما بعملوش كات. في ديزاين في ديزاينرز كتير جدا بصراحه، بيبقوا عاملينه كات ويقول لك البسي اي بودي من تحت. لا ما بقتنعش بكده خالص. الموضوع بيبقى صعب قوي انك تلبسي، بيبقى حتى شكله فيك قوي وشكله غريب، مش بتاعها. ايوه عارفه، انت لابسه حاجه مش معموله لك، مش بتاعتك، بتبقى شكلها غريب شويه، مش لايقه عليك. بالظبط كده، لازم يبقى الديزاين اصلا ليكي، معمول لك للمحجبه. بالظبط، يعني حتى لو مش المحجبه فمعمول ليكي انت، حاسه انت لابسه حاجه بتاعتك. طيب اعتقد ان مروه جيزت معانا ولا لسه من شويه. ورا ومعين. طيب نشوف مروه. ده موديل عملي قوي لل برضه هي نفس فكره الشورت دراس او اللي هو الفستان القميص. بالظبط كده. وانتي ده مختلف عن مدخله، اللي انت مدخله اللي هو الكلاسيك خالص زي حاجات شانيل وحاجات كوكو شانيل وكده، اللي هو ايه الابيض في اسود ومدخله معاه اللون اللي هو بالظبط. الايه بيبقى حلو الاحمر. قوي. ممكن كمان لما تقلع الجاس لايك كده الجاكيت ده، ممكن كمان للكليه حلو قوي، وفي الفتره بتاعتنا دلوقتي مناسب قوي، انه احنا دلوقتي في فتره الربيع، فبيبقى الصبح الدنيا لسه ساقعه شويه، وبعدين في الكليه بالليل بتبرد سنه. بالظبط. وده كمان حلو انها ممكن تلبس بلت زي ما هي حابه. ممكن كمان تعمل حاجه تانية، ممكن تفتح الكل دوت، ولو هي ممكن تلبس حاجه من تحتيه. لو تبصي بس للكاميرا يا مروه عشان برضه يبقى كله ظاهر. واختيار الالوان ممكن برضه هي يعني زي ما هي حابه، ممكن تغير في الالوان بتاعته. ميرسي، بشكرك جدا. ازاي بتنصحي البنات ان هم ينقوا الالوان وفقا للون بشرتهم؟ في نصيحه حلوه قوي قوي للبنات وسهله جدا ان هم يعملوها، تقدروا اعملوا سيرش على النت على دايره الالوان. هي مجرد ما تجيب دايره الالوان بتبقى الدايره فيها كل الالوان، تقدر تجيب اللون اللي قصاد اللون. دي اسهل طريقه يعني ابسط طريقه انها ممكن تعرف ايه افضل ماتشنج. ايوه بس ممكن بنات تبقى هي سمرة شويه بس حاسه نفسها انها مش سمرة، حاسه نفسها بس بيضاء. بس انا بصراحه بقولها كتير موضوع او السمر. فاكره ان هي مثلا لو هي سمرة بس لو حطت مكياج هتبان انها بيضاء، فيعني تلبس اللبس اللي بصي انا يعني انا شخصيا بحب السمر جدا، مع ان انا بيضاء بس بحب السمر جدا. ما هو دايما بيبقى حاجة. العكس يعني دايما البنات السمرة بحب البنات البيض ممكن كده. كل واحد مش عاجبه حاله. لكن هي مش كده يعني. بنات حتى في مصر عندهم مشكله فكره انه انا عشان سمرة فالبس حاجات غامقه، انا سمره فالبس طرحه غامقه، البس بالعكس. طرحه بالعكس. ده هي الفكره، هي فاكره انها كده هتبيض نفسها او هتبين بالعكس انت بتبيني ما فيش كونتراست اصلا، فبتبيني انت اغمق. لكن انت يعني زي البيضه، البيضه لا بتبان لون واحد، لون واحد بتبيض. انت بتقولي ان انا فعلا لوني غامق. لكن يعني حتى لو انت خدتي بالك كل الناس بره الافريكان او غيره تلاقيهم لابسين سيما والباستل كولرز ولابسين الوان، بالذات لما تبقي سمره بيروحوا ناحيه الاورنجات اكتر والفوشيات. بتعملي كونتراست بقى، لازم يبان الحته دي، تبيني سمارك يعني. مش تخفي سمارك، لا انت تبينيه ان يعني انا سماري حاجه حلوه. فدي النصيحه بقولها لكل البنات فعلا. يعني انا ليا صديقه مثلا من نوبه،
الوانها كلها شوكولاته. بالظبط، يعني بتحسي انها ايه ده، ايه الجمال ده، حلو قوي. فدي من الحاجات اللي انا نفسي اقولها للبنات، انت ما تخافيش من فكره ان انت سمراء، او زي البيضه، يعني البيضه لما بتيجي تلبس الوان فاتحه بتبان بس انها هو بتانه. دايما البنت او الست لازم تحب نفسها قوي، فبالتالي لازم ده هيبان عليها لما تيجي بالظبط، تلبس اي عشان كده حاجه. نفس النقطه قلت لك عليها، تكون هي مرتاحه في الحاجه، ده مهم قوي. طيب احنا بوسي برضو دلوقتي معانا هتورينا ديزاين اخر من ديزاينات الاء، وده يعتبر سواري شويه. ده سواري، وفي كل الوان الصيفي، ده من الاورجانزا خلاص، ومتبطن 3 طبقات اورجانزا والستان. الستان طبعا اختفى، بس انا حبيت احط الستان من تحت لان هو ماشي قوي، كونتراستنج قوي مع الـ مع الـ مع الاورجانزا. الاورجانزا كمان مفيش حد بيستخدمها يعني خالص، بس انا حبيتها قوي لانها مديه بقلق اللمعه. يعني، اخر مره متهيألي شفت الاورجانزا كانت في التسعينيات، يعني اللي هو الناس فعلا بطلوا يستخدموها بقالهم مفيش فتره. حد بيستخدمها اوريدي، لكن هي خامه حلوه وبتطلع يعني، هي يعني انا استخدمت، هو اصلا دي حاجه ترابل كلوش جامد، فالاورجانزا اوريدي تقيله كمان، فمديه وسع حلو قوي. كمان انا بحب قوي فكره دي، كمان تنفع قوي للناس اللي جسمها ريكتانجل كده، جسمها مستطيل ما عندهاش وسط، لانها بترسم الفلورنس فكرة دي، الحته الوسط. الورده دي انا بسميها حتى الورده، بتعمله كده زي اللي هي البلوزه دي، بتدي احساس ان انت وسطك اقل، فدي بتبقى ماشيه قوي مع البنات. وطبعا مع الكمثرى بتبقى رائعه، مع كل الاجسام حلوه لأنها جدا. بتداري. بالظبط جدا. بتداري. اللون الجنزاري والسمو انا اكتر لونين بفضلهم يعني، بحبهم جدا. بس وموديل اختيارك الموديل للطرحة برضو كان واخد من الألوان واخد بتاع من الالوان. القطر. هي ممكن يعني حسب البنت حابه، ممكن تلبس حاجه مثلا ساده، ممكن حب يعني حسب ما تحب، بس مش هيبقى سادة قوي وكده كله لو الطرحة سادة. ساعات بتتلبس وبتطلع حلوه، بس ممكن تلبس اكسسوري مثلا، دي حاجه بتاعتها، بس انا بفضل طبعا المشجر. بشكرك جدا يا بوسي. علاء الشناوي، انتي ديزاينر لسه شابة، وانا بشكرك جدا على كل الحاجات اللي انتي عرضتيها لنا ميرسي النهاردة. حبيبتي، نتمنى ان كل ستاتنا وبناتنا يستمتعوا بهذه الفقرة. بشكرك جدا يا ميرسي علاء. حبيبتي. طيب هنطلع ليه فاصل سريع ونرجع لكم واخر فقرة النهاردة معانا وكريم.